اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد مع بعضينا ليسون 8 سي اللي بيتكلم عن الابروكسيميتنج تو ذا نيرست 10,000 اور ذا نيرست 100,000. الدرس بتاع النهارده يا اولاد يعتبر استكمالا لمجموعه دروس الابروكسيميشن. مجموعه الدروس دي كلها سهله جدا ومعتمده ان انتوا فهمتوا شرح ليسون 1 اللي احنا وضحنا فيه ازاي نعمل ابروكسيميشن. الناس اللي مش فاهمة الابروكسيميشن بيتعمل ازاي، الابروكسيميشن بيتعمل عن طريق 3 خطوات. اول خطوة بنحدد البليس اللي بيقول لي عايز اعمل عنده ابروكسيميشن. تاني خطوة باجي على الرايت منه اعمل شرطة، وبعد كده نشوف الديجيت اللي على يمين الشرطة دي هل هيزود الديجيت اللي على شمال الشرطة 1 ولا لا. وكنا شرحنا وقلنا ان النمبرز اللي بتزود اللي هي الفايف وال6 وال7 وال8 وال9، يعني النمبرز الجريتر ذان اور ايكوال 5 على طول تديني 1، يعني الديجيت اللي على الرايت من الشرطه هيزود الديجيت اللي على ايه اللي على شمال الشرطه. ومين هي النمبرز اللي ما بتزودش؟ ال0 وال1 وال2 وال3 وال4. وبعد لما نشوف بتزود او ما تزودش كنا بنقلب كل اللي على الرايت ايه زيروز. يلا مع بعضينا النهارده نستكمل ونشوف ازاي نعمل ابروكسيميشن للبليس اللي اسمه 10,000 و100,000. نبدا مع بعضنا الليسون بالابروكسيميشن للنيرست 10,000. اول حاجه اعملها اروح احدد البليس اللي اسمه 10,000. ده الجروب بتاع اليونتس، ده الجروب بتاع ال1000، بيبدا بايه؟ بال1000 10,000، هو ده البليس اللي اسمه 10,000. قلنا بنحط تحتيه دوت صغيره كده، وبعد كده اعمل ايه؟ اجي على الرايت منه اعمل شرطه، وبعد لما اعمل الشرطه اشوف الديجيت اللي على يمين الشرطه هيزود ال2 1 ولا لا. هنا ال3 less than 5، طالما ال3 اقل من ال5 يبقى مش هتزود، يعني هتفضل ال2 زي ما هي وال3 تقلب 0 وكل اللي على الرايت منها هيقلب ايه؟ يقلب 0. وهو ده يعتبر يا ولاد شرح الليسون، مفيش فيه اي حاجه خالص وبسيط جدا. يبقى انا عندي الانسر بتاعتي از ايه؟ 20,000. وزي ما انتم شايفين طالما بعمل ابروكسيميشن لل 10,000 لازم نلاقي الريزلت بتاعتي مالتيبلز لل 10,000، يعني 10,000 20,000 30,000 40,000. ما نلاقيش حاجه على الرايت خالص، كل اللي على الرايت لازم يقلب زيرو. طيب يلا نشوف، هنا عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست 10,000. اول حاجه نعملها نروح على البليس اللي اسمه 10,000. فين هو؟ هو ده. نعمل ايه بعد كده؟ نحط شرط على الرايت منه كده، وبعد كده نعمل السهم بتاعنا كده. الفايف في الابروكسيميشن تزود ال6 ولا لا؟ اه تزودها وتديها 1، تبقى ال6 معايا تبقى 7. بنكتب تحت النمبر كده، وال5 تعمل ايه؟ تقلب 0. طب نكتب تحت عشان نوضح وما ننساش. يبقى انا عندي هنا هيبقى في 5 7 وكل اللي على الرايت از ايه؟ الزيرو، وكمان الفراكشن بيقلب 0. اوكي يلا نشوف مجموعه اكزامبل. يقول لي ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج تو ذا نيرست. لحد هنا انا مش عارف هعمل ايه. اول ما يقول لي 10,000 يبقى انا اروح على البليس اللي اسمه 10,000. هو فين هنا؟ اهو. نيجي على الرايت منه نعمل شرط، ال7 تديني 1 ولا ما تدينيش 1؟ اه تديني 1. ال1 يتحط على 0 يبقى ايه؟ يبقى 1، وال7 تقلب 0. يبقى ده از ابروكسيميتد تو 3 1 والباقي كله زيروز. نيجي هنا فين ال 10,000؟ اهو. نيجي على الرايت منه نعمل شرط، الزيرو يزود؟ لا ما يزودش، يفضل ال1 زي ما هو والباقي كله يقلب ايه؟ يقلب زيروز. ودي ابروكسيميتد تو 10,000. يلا هنا فين ال 10,000 بليس؟ اهو هو ده. ادي يونت تنس هندردز، هنا ال 1000 بليس، هنا ال 10,000 بليس. نعمل الشرطه بتاعتنا ونعمل كده. الفور هتزود ال7 ولا لا؟ مش هتزودها، تفضل ال7 زي ما هي 7 وده وتقلب هي 0 وكل اللي على الرايت منها. 7 0 0 0 0 والفراكشن برضو 0. يلا هنا فين ال 10,000 بليس؟ ده انا عندي هنا ال 1000، ال 10,000 انا مش شايفه. لا نفتح البليس، وقلتها لكم قبل كده، نفتح البليس يعني نحط فيه 0 عشان اشوفه، واجي على الرايت منه احط شرط، ها ال 3 يزود ال 0 ولا لا؟ ما تزودهاش، يعني ال 0 هيفضل 0 اه، وال 3 هتقلب 0 اه، وكل اللي جنبها زيروز كمان. يعني النمبر ده لما اجي اقربه لل 10,000 ما يوصلش لل 10,000، امال يوصل لمين؟ يوصل للزيرو. يلا هنا فين ال 10,000 بليس؟ اهو. نيجي على الرايت منه نعمل شرط،
يلا ال5 تزود ولا ما تزود؟ لا تزود 1. لما اجي احط ال1 على ال9 يبقى 10. هل اقدر اكتب ال10 هنا؟ لا طبعا. امال نعمل ايه؟ نحط 0 ونكاري اب 1. عشان كده يا اولاد اعملوا الحته اللي تحت دي عشان بتساعدنا كتير. 1 بلس 9 يديني 10، وده كله يقلب ايه؟ يقلب زيروز، والفراكشن زيرو برضه. يبقى دي از ابروكسيميتد تو 1 مليون. تعالوا مع بعضينا نشوف الجزء الثاني من الليسون اللي هو الابروكسيميت تو ذا نيرست 100,000. 100,000 يعني انا عايز اشوف بس البليس ده كل اللي قريت منه يبقوا زيروز، يبقى انا عايز اشوف النمبر عباره عن مالتيبلز اوف 100,000. طب اول حاجه نعملها بنعمل ايه؟ زي ما بنعمل قبل كده، اروح احدد البليس. فين ال 100,000؟ ادي الجروب بتاع ال 1000، وادي الجروب بتاع اليونتس. جروب ال 1000 فين ال 100 بتاعته؟ اهي. نيجي على الرايت نعمل شرط. ها ال 3 تزود ال 2 ولا ما تزودهاش؟ ما تزودهاش، يعني ال 2 تفضل زي ما هي وده كله يقلب زيروز. يبقى تبقى عندي كده تبقى 200,000. سهل قوي. يلا اللي بعد كده، اهم حاجه نحدد البليس مظبوط. فين ال 100,000 بليس؟ اهو. اجي على الرايت منه اعمل شرط. ها ال 8 تزود ال 6 ولا لا؟ تزودها. ال 6 تبقى ايه؟ تبقى 7، وال 8 تبقى زيروز، وكل اللي عاملينها زيروز. اوعى تنسوا ال 7 ديت. يبقى انا عندي 77، حط هنا 0 اذر 0، يبقى 7 مليون اند 700,000. طيب يلا نشوف الاكزامبل ده عشان نتدرب اكتر على ال 100,000. يقول لي ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج تو ذا نيرست. لحد هنا انا ما فهمتش حاجه من السؤال. دايما نركز في السؤال ده على اللي بعد كلمه نيرست. يقول لي هنا 100,000، يلا نخش على بليس على طول اسمه 100,000. فين هو؟ اهو هو ده ال 100,000. اول ثلاثه دول الجروب بتاع اليونتس، الثلاثه اللي بعديهم دول الجروب بتاع ال 1000. بيبدا بايه؟ بال 1000 اللي هي اليونتس بتاعت ال 1000، وبعد كده ال 10,000، وبعد كده ال 100,000. نعمل ايه؟ ناخد شرطه كده. ها ال 5 تزود الزيرو ولا لا؟ اه تدي له 1، يبقى هو كام؟ يبقى 1، وهي تقلب زيروز وكل اللي جنبها زيروز. يبقى ده هيديني كده. يلا هنا 1000 بليس اهو، حط الشرط. ال 6 تدري ال 9 1 تبقى كام؟ تبقى 10. نعملها ايه؟ نحط 10 مكانها؟ لا، نحط 0 ونكاري اب 1 هنا. 1 بلس 1 از 2 وال 5 تنزل. يبقى ده از ابروكسيميتد تو 52 مليون. يلا اللي بعد كده ال 100,000 بليس اهو. نعمل كده، نعمل السهم بتاعنا. الفورما تديش ال 3 حاجه، تفضل ال 3 زي ما هي، وكل ده يقلب زيروز. تديني 2 مليون اند 300,000. هنا فين ال 100,000 بليس؟ مش موجود. انا هنا عندي 10,000 بس. طب اعمل ايه؟ اظهره عشان اعرف اشتغل عليه. نفتحه بزيرو، نعمل شرط على الرايت منه. ها ال 2 تدي 0 1 ما تزودوش، يفضل الزيرو زي ما هو، وكل اللي على الرايت ده يبقى ايه؟ يبقى 0. يبقى ده از ابروكسيميتد تو 0. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. بيقول لي نوتس ذا بوزيشن اوف ايتش اوف ذا فولوينج نمبرز اون ذا نمبر لاين زين كومبليت. ادي النمبر لاين، شايفين هنا ايه؟ 20,000 هنا 30,000، يعني مالتيبلز اوف 10 ايه؟ اوف 10,000. طيب لو مالتيبل اوف 10,000 يبقى دي هنا اللي في الميدل عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن 25,000. طيب دي بعد ال 25,000، يبقى نعملها ابروكسيميشن للي بعدها ولا اللي قبلها؟ هي قريبه من هنا. يبقى لما احنا نبص للرسمة على طول نعرف ان ده يحصل له ابروكسيميشن لايه؟ لده، للنيرست 10,000. يبقى 230,000. او ممكن نحلها، ادي ال 10,000 بليس، نحط الشرطه بتاعتنا. ال 5 تدي لل 2 1 تبقى 3، والباقي يقلب كله ايه؟ كله 0. طيب اللي بعديها عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست 100,000. ادي ال 100,000 بليس اهو، طبعا من الرسمه اهي، ادي الميدل، يبقى هي هتروح لهنا. طب نيجي نتاكد، اهي ال 4 مش هتدي لل 3 حاجه، يبقى كل ده يقلب زيروز. يبقى 300,000. اللي بعد كده هنا 70,000، هنا 80,000، ده قريب جدا من 70,000، يعني من غير حتى ما نعملها واضح قوي ان هي هتبقى ايه؟ 70,000. وعشان نتاكد ادي الايه؟ 10,000 بليس.
ال2 مش هتدي لل7 حاجه، يبقى كل دول ايه يقلبوا معايا ايه زيروز. يلا اللي بعد كده عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست 100,000. ادي الميدل بوينت اهي، طبعا دي بعد الميدل قريبه من مين؟ قريبه من هنا، يبقى دي 1,600,000. يلا ادي الزيرو وادي ال 10,000، ادي الميدل اهو اللي هي الايه ال 5,000، دي قبل ال 5,000، يبقى يحصل لها ابروكسيميشن لمين؟ للزيرو. بقى معقول النمبر ده كله ما يقدرش يوصل لده؟ اه، لان انا عندي ال 10,000 بليس فين؟ هو ده لو نحط اللي هنفتحه ده، الفور مش هتدي للزيرو حاجه، يبقى كل ده ايه؟ كل ده زيروز. اول ما الفور توصل للفايف، الفايف تدي لل 1 زيرو، توصله لحد الايه؟ ال 10,000. يلا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 2. بيقول لي ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج نمبرز تو ذا نيرست 10,000. يبقى احنا هنشتغل على ال 10,000 بليس. هو فين هنا؟ اهو الفايف، يعمل شرط على يمينها، ال 3 مش هتديني، يبقى ال 3 تقلب 0 وال 5 تبقى زي ما هي، يبقى هنا 150,000. يلا هنا ادي البليس اهو اللي هنشتغل عليه، ال 7 هتزود ال 4 تخليها 5 وهي تقلب 0، يبقى 550,000. هنا فين ال 10,000 بليس؟ مش موجود، ده هنا ال 1000، امال فين ال 10,000؟ اهو حط على يمينه شرطه، ال 9 تدي 1 لل 0، ال 0 يبقى 1 وال 9 تقلب 0، يبقى 10,000. يلا ده البليس اهو، ال 2 مش هتدي لل 4 حاجه، تفضل ال 4 زي ما هي، وال 2 تقلب 0 هي وكل اللي جنبها. يلا هنا فين البليس اللي اسمه 10,000؟ مش موجود، نفتحه، حط 0 مكانه، حط الشرط، ال 5 تديني ولا لا؟ ال 5 تدي 1 لل 0 تبقى ايه؟ 0 يبقى 1 وهي تبقى ايه؟ تبقى 0. يلا البليس اهو، ال 5 تدي لل 6 1 تبقى 7، وال 5 تقلب 0 يبقى 70,000. ممكن ما نحطش الزيرو اللي على الراي ده، ممكن نحطه عادي. هنا فين ال 10,000 بليس اهو؟ حط شرط، الزيرو مش هيزود ال 1، يفضل ال 1 زي ما هو، والزيرو يقلب 0 وكل اللي جنبه، يبقى 10,000. هنا فين ال 10,000 بليس؟ اهو ده كده ال 1000، ادي ال 10,000. نعمل شرط، الزيرو طبعا مش هيدي للزيرو حاجه، يبقى على طول 0. اللي بعديها ال 10,000 بليس نفتحه، حط شرط على الرايت، ال 2 مش هيدي للزيرو حاجه، تفضل الزيرو زي ما هي، وكل اللي على يمين هيقلب ايه؟ يقلب زيرو. هنا ولا نبص للفراكشن خالص، احنا شغالين بعيد عنه خالص. ال 5 هي دي البليس بتاع ال 10,000، نيجي على الرايت هنعمل شرط، ها ال 4 هتزود ال 5 ولا لا؟ مش هتزودها، تفضل ال 5 زي ما هي، وال 4 تقلب زيرو وكل اللي جنبها، يبقى 50,000. الفراكشن طبعا هيقلب زيرو. البليس فين؟ اهو حط زيرو، ال 8 تزود ال ايه؟ ال 0 1، يبقى ال 0 يبقى 1 وال 8 تقلب زيرو، يبقى 10,000. هنا البليس فين؟ اهو الرايت منه اهو، ال 6 هتزود ال 3 1 تبقى 4، وال 6 تقلب زيرو، يبقى 240,000. وطبعا الفراكشن يقلب برده معايا زيرو. يلا هنا ناخد بالنا دي 5 وده فراكشن، ده اليونتس. ناخد كده، انا خلصت الجروب بتاع اليونت، ادي ال 1000 وادي ال 10,000، طبعا بعيد جدا، الزيرو مش هيدي للزيرو حاجه، طبعا هيبقى ايه؟ هيبقى زيرو. وهنا ادي ال 10,000 بليس، ال 1 مش هيدي لل 9 حاجه، تفضل ال 9 زي ما هي، وال 1 يقلب زيرو كل اللي جنبه، تبقى 998,000. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 3. بيقول لي ابروكسيميت ايتش اوف ذا فولوينج تو ذا نيرست 100,000. يلا نروح على 100,000 بليس اهو، نيجي على الرايت منه نحط شرطه، ال 7 تدي 1 لل 8، اه تدي له 1، ال 8 تقلب كام؟ تبقى 9، وكل دول ايه؟ زيروز، يبقى 900,000. هنا البليس اهو، الزيرو مش هيدي ال 5 حاجه، تفضل ال 5 زي ما هي، وكل اللي جنبها يبقى زيروز. البليس اللي اسمه 100,000 ده اهو، ال 5 هتدي لل 6 1 تبقى ايه؟ تبقى 7، وكل ده يقلب زيروز، والفراكشن كذلك. البليس اهو ده ال 100,000 بليس، نعمل شرط هنا ونشوف كده، ال 3 مش هتزود ال 2، تفضل ال 2 زي ما هي، وده كله يبقى زيروز، يبقى 1,200,000، وكل ده ايه؟ زيروز. البليس فين؟ ناخد بالنا بقى،
ده التنس بليس مش لاقيينه، نفتح البليس. نيجي هنا الناين هتدي 1 للزيرو، اه هتدي له 1، الزيرو يبقى كام؟ يبقى 1 وكل دول زيروز، يبقى 100,000. يلا نفس الكلام الناين هتزود الزيرو 1 تبقى 100,000. يلا هنا فين ال 100,000 بليس؟ الناين هو ده، نيجي على الرايت منها الناين تدي للناين 1 اه تديها 1 تبقى كام؟ تبقى 10، نحط 0 ونكاري اب 1 على 4، 1 بلس 4 يديني 5، يبقى 5 مليون، ده كده هيقلب 0. هنا ال 100 بليس فين؟ مش شايفين، ونفتحه ال 1 يدي لل 0 حاجه؟ ما يديلوش، يبقى ده كله ب 0. هنا نفس الكلام ال 100 بليس اهو نعمل كده يديني 0. يلا هنا ادي ال 100,000 بليس، نيجي كده ال 5 تدي لل 9 1 تبقى 10 0، وهنكاري اب 1 1 بلس 1 يديني 2، وال 6 تنزل عادي خالص. اوكي وكل دول يبقوا 0، يبقى 62 مليون. هنا ادي البليس اهو يعمل الشرط ال 5 تدي لل 6 1 تبقى 7، ودول كلهم زيروز، يبقى 87 مليون and 700,000. نيجي نبص هنا دي 50 بس، وده فراكشن طبعا هيطلع بزيرو، يعني واحد بيحل بسرعه تطلع بزيرو على طول، لان لسه قدامي كتير قوي عشان افتح البيس اللي اسمه 100,000. كده اهو كده خلصنا اليونتس. ادي هنا ايه ال 1000 10,000 100,000. طبعا الزيرو مش هيعمل حاجه للزيرو، يبقى زيرو على طول، دي ممكن نحلها بعينينا. طب يلا هنا ادي ال 100,000 بليس اهو، ال 9 تدي لل 9 ولا لا؟ اه ال 9 هتزود ال 9 1، ال 9 دي لما تزيد 1 تبقى 10، نكتب ال 10 على طول تبقى 1 مليون. يلا هنا البليس اهو ال 6 تزود 1، ال 2 تبقى 3، وكل ده 0، والفراكشن طبعا يقلب 0، يبقى 300,000. يلا اللي بعد كده يقول لي عايزين دي نقربها تو ذا نيرست 10,000، يبقى اجي على 10,000 بليس اهو حط الشرط ال 5 تزود ال 1 اه تزودها تبقى 2، وكل ده يقلب زيروز، يبقى 20,000 اهو. هنا عايزين نيرست 100,000، ادي ال 100,000 بليس، نعمل الشرطه ال 4 تزود ال 2 ما تزودهاش، تفضل ال 2 زي ما هي، وكل دول يقلبوا زيروز. هنا ده ابروكسيميتد لده تو ذا نيرست ايه؟ قلنا لازم نفكر، نختار كده الديجيت ونفكر فيها. انا عندي هنا 4 زيروز، يبقى اجي عند الديجيت 4 ونجرب، نعمل الشرطه كده. هل ال 8 تدي لل 6؟ اه تديها، تدي لل 6 1 تبقى 7 وهي تقلب زيروز، يديني نفس النمبر ده، يبقى هو ده فعلا اللي حصل عنده ابروكسيميشن. انهي بليس بقى؟ البليس اللي على الشمال اللي على الليفت مش شرط، اللي هو الايه اللي هو ال 6 ده، البليس ده اسمه ايه؟ اسمه 10,000 اللي هو ده. نيجي هنا النمبر ده ابروكسيميتد لل 10,000 تو ذا نيرست ايه؟ واضح جدا ان انا ال 8 حصل لها ابروكسيميشن للنمبر اللي بعديها، يعني اكن ده في كده وهنا في 0، ال 8 ادت ال 0 1 اصبح ده كده ايه؟ 10,000. يبقى احنا عملنا ابروكسيميشن للبليس اللي قاعد في الزيرو اللي هو اسمه ايه؟ 10,000 اللي هو ده. يلا هنا ده لما اعمل له ابروكسيميشن تو نيرست 10,000 يديني ايه؟ فين ال 10,000 بليس اهو؟ ال 1 يديني؟ لا ما يدينيش، يبقى كل ده زيروز، يبقى ايه ده يديني 0. طيب اكسرسايز 5 بيقول لي فايند ذا ريزلت اوف ايتش اوف ذا فولوينج اوبريشنز ان ابروكسيميت، يبقى هنعمل اوبريشن عادي خالص وهنشوف هو طالب مني ايه هنا ونعمل 2 + 5. لما بنيجي نعمل اديشن بنعمله من الرايت، اليونتس مع اليونتس، التنس مع التنس اند سو اون. ال 2 + 5 يديني كام؟ يديني 7. 4 + 1 يديني 5. 8 + 7 نكاونت من بعد ال 8 7، هنلاقي نفسنا وصلنا لحد ال 15، هيبقى 5 ونكاري اب 1. 1 + 7 از 8 + 2 يديني 10، 0 ونكاري اب 1، ماليش حاجه احط عليها الكاري هنا، احطه على النمبر ده. 1 + 1 يديني 2. طيب عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست 10,000، فين ال 10,000 بليس؟ اهو نعمل الشرطه كده، الزيرو هتزود؟ لا مش هتزود، تفضل ال 2 زي ما هي وكل دول زيروز. يلا نعمل سبتراكشن، 0 ماينس 9 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 4 تبقى 3 وال 0 يبقى 10.
10 ماينس 9 يديني 1، 3 ماينس 9 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 5 تبقى 4 وال 3 تبقى 13، لان ال 1 بيجي ب 10، ال 10 نعملها اديشن على ال 3 اللي موجوده تبقى 13، او ساعات نحط ال 1 جنبيها كده على طول. يلا 13 ماينس 9 يديني 4، 4 ماينس 9 ما ينفعش، نبور 1 من ال 7 تبقى 6 وال 1 يجي لي جنب ال 4 كده، 14 ماينس 9 يديني 5. طيب 6 ماينس 5 يديني 1، و8 ماينس هنا مكانها 0 يديني 8. يلا نعمل ابروكسيميشن للنيرست 10000، ادي 10000 بليس، نحط الشرطه ونشوف ال1 يدي ال8 ولا لا. ال1 ما يديهاش، يبقى ال8 تفضل زي ما هي وكله يبقوا زيروز. هنا 5 بلس 6 11 1، ونكاري اب 1، 1 بلس 9 10 بلس 0 ستيل 10 يبقى 0 ونكاري اب 1، 1 بلس 3 is 4، 4 و 4 يديني 8، 8 و 0 يديني 8، 1 و 7 8، وعندي 9 تنزل. يلا عايزين نعمل ابروكسيميشن لل 100000، فين ال 100000 بليس؟ اهو اللي فيه 9. نعمل شرطه كده ونشوف ال 8 تدري ال 9 1، تديها 1، ال 9 تبقى كام؟ تبقى 10، وكل دول يقلبوا زيروز 1 2 3 4 5، يبقى كلهم عندي 1 مليون. يلا نعمل سبتراكشن، نبص بعينينا ده في عندي فراكشن، واحنا خدنا في السبتراكشن بتاع الديسمال نمبرز لازم يحصل عندي بالانس في الفراكشن بارت. هنا في 2 ديجيتس يبقى لازم احط هنا انذر ديجيت عشان يبقى في 2 ديجيتس، عشان كل ديجيت يبقى الايند مع الديجيت اللي قدامه، يعني قدامه حاجه يعرف يشتغل معاها. يلا 0 ماينس 3 ينفع؟ ما ينفعش، هنبور 1 من ال 7 تبقى 6 وال 0 يبقى 10، 10 ماينس 3 يديني 7، 6 ماينس 1 يديني 5. حط الديسمال بوينت، 6 ماينس 8 ما ينفعش، نبور 1 من ال 0 مش عنده، ناخده من ال 4 تبقى 3 وال 1 يبقى 10، وهاخد منه 1 لل 6 تبقى 16 وهو يبقى 9. 16 ماينس ال 8 ايكوال 8، 9 ماينس 1 يكوال 8، 3 ماينس 6 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 2 تبقى 1 وال 3 تبقى 13، 13 ماينس 6 نعد من بعد ال 6 لحد ما نوصل لل 13، نلاقي ان احنا عدينا 7 فينجرز. يلا 1 ماينس 9 ما ينفعش، هنبور 1 برضك من ال 2 تبقى 1 وال 1 ده يبقى 11، 11 ماينس 9 تديني 2. هنا 1 ماينس 4 ما ينفعش، ناخد ال 1 اللي جنبه يبقى 11، 11 ماينس ال 4 يديني 7. اوكي؟ عايزين نعمل ابروكسيميشن لل 100000، فين ال 100000؟ نفتحه من هنا 10000 يبقى كده، نعمل الشرطه ال 7 تدي لل 0 1 تبقى 100000. يلا نعمل هنا بلس، هنا في 3 ديجيتس احط هنا انذر 0. اوكي؟ يلا 0 بلس 4 يديني 4. اعملها تحت عشان هتبقى طويله شويه. 3 بلس 6 يديني 9. 5 بلس 3 يديني 8. حط الديسمال بوينت. 2 بلس 0 يديني 2. 8 بلس 8 16. 6 وهنكاري اب 1. 1 بلس 4 يديني 5. 5 و 6 يديني 11. 1 وهنكاري اب 1. 1 و 7 8. 8 و 6 يديني 14. هيبقى 4 ونكاري اب 1. 1 و 5 6 ما قدامهاش حاجه، نحط ال 6. فين ال 100000 بليس؟ انا عندي ده الجروب بتاع اليونتس، ده الجروب بتاع ال 7، يبقى هو هنا نحط 0. يلا ال 6 هتدي لل 0 1 تبقى 1 وكل ده 0 يبقى 100000. يلا هنا لازم اعمل بالانس، هنحط هنا 2 زيروز. يلا 0 ماينس 4 ما ينفعش، هنبور 1 من هنا ما نلاقيهوش، ناخد من ال 8 تبقى 7 وال 0 ده يبقى 9 وادي 10. يلا 10 ماينس 4 يديني 6، 9 ماينس 0 يديني 9، 7 ماينس 0 يديني 7، 5 ماينس 7 ينفع؟ لا، هنبور 1 من ال 0 مش هنلاقيه عنده، ناخد من ال 8 تبقى 7 وال 0 ده يبقى 9 عشان خدت منه 1 وال 5 هتبقى 15 ماينس 7 يديني 8، 9 ماينس 4 تديني 5، 7 ماينس 9 ما ينفعش، ناخد من ال 7 1 تبقى 6 وال 7 تبقى 17، 17 ماينس 9 تديني 8.
هنا بقى 6 ماينس 1 يديني 5 و 3 ماينس 2 تديني 1. عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست 10,000. ادي ال 10,000 بليس اللي هو ال 1 ده. نعمل الشرطه ال 5 تزود ولا ما تزودش؟ تزود ال 1 تخليه 2 وكل ده يبقى زيروز، يبقى 20,000. انا بحب احط زيروز كده عشان اوضح ان احنا كله اتقلب زيرو، لكن لو دي كتب دي لو احنا كتبناها كده مفيش مشكله خالص من غير الفراكشن بارت. نيجي نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده، انسر ذا فولوينج. وده قلنا اكسرسايز جميل جدا بنحاول نفكر فيه ونعرف النمبر كان ايه قبل ما يحصل له ابروكسيميشن. هنا بيقول لي وات از ذا سمولست هول نمبر. احنا اتفقنا من الدرس اللي فات لما يقول لي وات از ذا سمولست يبقى لازم الاجابه بتاعتي تكون لزان النمبر ده، تكون ايه؟ لزان. وكان السهم بتاعنا بيزود ولا ما بيزودش؟ كان بيزود. يبقى لما يقول لي وات از ذا سمولست يبقى النمبر هيبقى لزان والسهم عندي يديني 1 يزود. ماشي، ده عشان نعرف واحنا داخلين في المساله نعمل ايه. نكمل قرايتها، بيقول لي وات از ذا سمولست هول نمبر ذات ابروكسيميتد تو ذا نيرست 10,000 جيفز ا ريزلت اوف ذا. بنبدا المساله ازاي؟ بيقول لي تو ذا نيرست 10,000. نفتح البليسز اهو كلهم كده، انا عندي هنا 1 2 3 4 5، نحط 5 بليسز. فين هو ال 10,000 بليس؟ اهو. نيجي على الرايت منه نحط شرطه ونعمل السهم بتاعنا. يبقى انا لما هحل دايما المساله دي لازم اعمل كل الحاجات دي وبعدين بقى نبتدي نفكر. السهم بتاعنا ده احنا اتفقنا هيزود ولا مش هيزود؟ هيزود. يعني معنى كده الفور دي متزود لها 1؟ اه متزود لها 1. طب اعمل ايه؟ نشيله، يبقى هي يبقى 3. طيب مين هو النمبر اللي هيزود لي ال 3؟ يا اما 5 يا اما 6 يا اما 7 يا اما 8 يا اما 9. طب هو هنا بيقول لي وات از ذا جريتست ولا سمولست؟ لا، وات از ذا سمولست. يبقى لازم اختار اقل واحد فيهم يزود، اللي هو مين؟ اللي هو الفايف. وبعد كده نحط دول ايه؟ زيروز عادي خالص. تمام، يبقى احنا كده حلينا المساله. يبقى انتوا ايه اللي تعرفوه لما يقول لي وات از ذا سمولست؟ تبقى عارف ان النمبر اللي هيطلع معاك لازم يكون اقل من ده، واهم حته في الموضوع كله ان السهم بتاعك هيزود. ماشي، ونفتح البليسز زي ما بيقول. طيب هنا بيقول لي وات از ذا جريتست، يبقى لازم النمبر اللي هجيبه يكون جريتر ذان النمبر ده والسهم بتاعي مش هيزود، يعني هيدي زيرو مش هيزود. طب نحلها ازاي؟ بيقول لي ابروكسيميتد تو ذا نيرست 10,000. نفتح البليسز بتاعت ال 10,000 اهو، 5 بليسز اهو، ادي ال 10,000 اهو، ونعمل الشرطه. هنعمل كده في كل المسائل. اسال نفسي هو السهم بتاعي زود ولا ما زودش؟ مش هيزود، يبقى ال 2 تفضل زي ما هي، صح كده؟ لان هي اصلا مش هيتزود عليها حاجه. طب مين هو بقى اكبر ديجيت؟ بيقول لي وات از ذا جريتست، مين اكبر ديجيت احطه هنا وما يزودليش؟ ها، مين هم الديجيتس اللي ما بيزودوش؟ ال0 وال1 وال2 وال3 وال4. يبقى مين اكبر واحد فيهم؟ ال4. يبقى نحط هنا ايه؟ نحط هنا 4. طيب هنا نحط زيروز ولا نحط ايه؟ نحط 9. انا عايز النمبر يبقى كبير. ال9 دي ما بتفرقش معايا في الابروكسيميشن، ده هو اللي زود او ما زودش، لكن هنا احط زيروز ما هيصغر، يبقى نحط 9 عشان ايه؟ عشان يكبر. طيب يلا بعد كده وات از ذا سمولست، خلاص يبقى انا عارف ان اللي هيطلع للزن ده وال1 هيزود. يلا نفتح البليسز. فين التنس بليس؟ اهو ال1 اللي هنا ده زود لي ولا ما زودليش؟ لا، انا جاي لي 1 من هنا. ال1 لما جالي من هنا خلى الديجيت ده ايه؟ 1. الله، امال هو اصله ايه؟ لازم يكون اصله 0 عشان لما يجي له 1 يزوده يبقى ايه؟ يبقى 1. طيب هنا انا عايز حاجه تزود ولا ما تزودش؟ عايز حاجه تزود وتكون سمولست، يبقى مين؟ يبقى الفايف على طول. طيب نحط هنا ايه عشان يبقى سمولست؟ نحط 0. يبقى انا الحل بتاعي از ايه؟ از 5000. يلا اللي بعد كده وات از ذا جريتست، خلاص وات از ذا جريتست اتفقنا النمبر هيكون اكبر من ده والسهم بتاعي مش هيزود.
اوكي؟ يعني هيكون كده greater than، ونعمل كده السهم بيدي 0، دايما نحفظها بكده. وless than السهم يدي 1. عايزين نعمل approximation للنيرست 100,000، نفتح بليسز بعدد البليسز دي. انا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، نعمل كده 8 بليسز. ادي 1 2 3 4 5 6 7 and 8. مين فيهم ال 100,000 بليس دول يونتس؟ هو ده. نيجي على الرايت منه كده، وادي السهم بتاعي. قلنا مش هيزود، طالما مش هيزود يبقى هيفضل ده زي ما هو في 5 اللي هو البليس ده، وعندي هنا ال 8 زي ما هي وال 9 زي ما هي. طيب ده مش هيزود وعايزه جريتست، مين هو النمبر الكبير اللي ما يزودليش؟ ها 0 ولا 1 ولا 3 ولا 4؟ لا ال 4، لان انا عايزه كبير. الله، طب لو حطينا هنا 5، لا ال 5 هتزود، يبقى ال 5 دي هتقلب 6، يبقى ما قداميش غير الايه؟ ال 4. نيجي نحط بقى دول، هو بيقول لي وات از ذا جريتست، يبقى نحط كلهم 9999. بس ناخد بالنا بيقول لي هنا وات از ذا جريتست ديفرنت ديجيتس، يعني لازم كلهم يكونوا ديفرنت. احنا واخدين هنا ال 9 وواخدين ال 8، يبقى مين اكبر حاجه متبقيه؟ ال 7 لسه ما خدناهاش وال 6 لسه ما خدناهاش، وانا عايزه جريتست، يبقى نحط ال 7 هنا ولا هنا؟ لا، احط ال 7 في البليس فاليو كبير عشان ال 7 تاخد فاليو كبيره، يبقى نحط هنا الايه؟ ال 7. طيب ال 6 مش موجوده ناخدها، ما ينفعش ناخد ال 5 عشان خدناها، ولا ال 4، يبقى ناخد ال 3 وال 2. يلا اللي بعد كده، وات از ذا سمولست ديفرنت ديجيتس؟ سمولست يبقى النمبر لازم هيكون للزان النمبر ده، والسهم بتاعي هيزود لي 1. نحفظ القاعده دي. نعمل ايه بعد كده؟ نفتح البليسز بالعدد بتاع الديجيتس دي. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، ادي 1 2 3 4 5 6 7 and 8. هنعمل ابروكسيميشن عند مين؟ عند النيرست 10,000. ادي هنا، ادي هو البليس ده، ونحط الشرطه كده، وده كده اداني 1. طيب يلا بقى نبص على دول. هنا موجود في البليس ده موجود مين؟ موجود ال 6، وال 6 دي واخده 1، يبقى الاصل بتاعها كان ايه؟ كان 5. ونكتب اللي على شمالها زي ما هو 0 1 2. ونيجي نسال نفسنا مين هو السمولست نمبر اللي احطه هنا ويزود لي 1؟ انا بقول مين؟ بقول سمولست، يبقى هيكون مين؟ يا اما 5 يا اما 6 يا اما 7 يا اما 8 يا اما 9. مين اصغر واحد فيهم؟ ال 5، يبقى نحط هنا الايه؟ ال 5. بس ناخد بالنا من حاجه مهمه، بيقول لي عايز النمبر كله يكون ديفرنت ديجيتس، يعني ما ينفعش نحط هنا 5. ليه؟ عشان ال 5 موجوده هنا. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي، وبالذات لما يكون بيقول لي ديفرنت. يبقى هنا هنحط مين؟ ال 5 مش هنقدر ناخدها، ناخد مين بعديها؟ ناخد ال 6 على طول. طيب يبقى فاضل لي مين؟ ال 3 ديجيتس دول انا عايزه سمولست، يبقى نحط فيهم ارقام صغيره. خدنا ال 0 وال 1 وال 2، فاضل لي ال 3 ال 4 ال 5 وال 6 هاخدهم وال 7. ها الديجيت الكبير نقعده في البليس الكبير، هياخد فاليو كبيره، يبقى الديجيت الكبير نقعده في البليس الصغير، يبقى هنا 7 وبعديها ال 4 وهنا الايه؟ ال 3. وبكده يا حبايبي يبقى خلصنا الليسون. ليسون جميل جدا، واتدربنا قوي على المسائل دي. المسائل دي مهمه ولازم تفهموا بيحصل فيها ايه، عشان لما تخش في المساله تبقى مركز وعارف بتعمل ايه. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.